عم يتقدم عم بمر لزين فران لكن زهير عبد الله موجود زهير عبد الله اوتو مكسب كثير كبير لنادي الشباب الساحل بالخط الخلفي ناصر الخبره بتلعب دورها صحيح كنا شاهدنا امبارح عباس عطوه النجمي كان عم يسجل هدفين هون كره طويله طويله على موفق الموسوي متزال هيدر عوادة عم بيسجل مقطوعه من عباس عاصي الكره عم يطالب بخطا الحكم عم يترك افضليه اللعب رزق بمرر لعواضة عواضة من لمسة واحدة عند علي موفق الموسوي الموسوي عم يخطف الكرة الموسوي بيسدد وبيسجل هدف ثاني بهالمباراة جول بيلعب اوفر بالعرض هون بالراس اخر العوطة العوطة شو ناطر محمد ناصر واخيرا هدف